دونا نبتدي بالتفصيلة اللي نهواند ابتدت الكلام بيها يعني فكرة ان جماهير النادي الاهلي وليها كل الحق في هذا الامر بطبيعة الحال مستاءة بل وغضبانة ولكن برضو في حاجة لازم تتقال وفي تفصيلة وواقع لازم نقف عنده شوية هنبتدي طبعا كلامنا عن بطولة الدوري اللي لسه فاضل فيها للنادي الاهلي 8 جولات بالمناسبة ودي الحته اللي عايزين نتكلم مع حضراتكم فيها عمر جماهير النادي الاهلي على مر التاريخ ما وصلت لمرحله الياس بمعنى ياس في اي بطوله من البطولات وايا كانت المباراه او البطوله حتى اللي الفريق خسرها امر طبيعي جدا ان انت اكيد مش هتكسب كل البطولات ليه لان ده مش منطقي ما هو مفيش فريق في العالم كله بيعمل كده حتى الدوريات اللي ابطالها معروفين وشبه ثابتين زي يوفنتوس في ايطاليا زي باريس سان جيرمان في فرنسا بايرن ميونخ في المانيا او الاهلي في مصر طبيعي جدا ان يجي عليك وقت وارد ان انت تخسر بطوله ما بطولتين زي ما حصل مثلا الموسم اللي فات في ايطاليا وميلان اللي كسب الدوري وده امر كان مش معتاد في اخر عشر سنوات خلي بال حضرتك كاهلاوي انت بتشارك في اكتر من ست بطولات في موسم ما فيهوش اسبوع واحد ترتاح فيه فطبيعي جدا ان اللعيبه بتاعتك توصل للمرحله دي من الاجهاد وتفقد اكثر من عشر لعيبه ما بين اصابات وما بين يعني اجهاد شديد كانوا حاسين بيه كل ده يعني تقريبا نصهم من القوام الاساسي للفريق. تاني حاجه عايزين نتكلم فيها ونلقي عليها الضوء هي اهميه شخصيه الاهلي وخصوصا في الفتره اللي جايه اللي هنبتديها مع بعض من النهارده ابتداء بماتش النهارده ماتش فاركو مفيش مبرر ان انت تلعب بدون روح خلي بال حضراتكم دي كلمة أصل روح البطولة تحسوها اتخلقت واتوجدت في كرة القدم المصرية كحق أصيل للنادي الأهلي اللي ابتداها وزرعها في نفوس اللعيبة يعني هو النادي الاهلي الحقيقه والتاريخ شاهد على هذا الكلام ده مش كلامي انا يعني لوحدي ده كلام التاريخ دي المواقف نفسها اللي, اللي بتقول كده والامثله كتير منها مثلا سنه 96 منها مثلا في 2010 2019 وغيرها واتكلمنا في الامور دي يعني حتى لو كانت المهمه اكيد يعني مش سهله هي مهمه صعبه لكن برضه ما فيش مبرر ان احنا نلعب من غير شخصيه النادي الاهلي افتكر ان كلامي ده منطقي ونابع من زي ما بقول لكم تاريخ عظيم هنفضل دايما دائما يعني متشرفين بيه كلنا